أنا عضو مجلس بلدية درنا الليبية أحمد أمدورد. مدينة درنا منطقة منكوبة تحتاج إلى تدخل دولي جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال. وقال أمدورد أن جميع الطرق في المدينة مقطوعة، داعيا إلى فتح ممر بحري عاجل وفق قوله. نعلم مدينة درنا مدينة منكوبة وتحتاج إلى تدخل دولي، وتحتاج إلى تدخل فتح الممرات البحرية، لأن جميع الطرق التواصل الواصلة لمدينة درنا تعتبر طرق إلى الآن مقطوعة. لا يمكن الدخول لمدينة درنا إلا عن طريق واحد، وهذا الطريق يعتبر لا يمكن الوصول إليه بتلك السهولة. نتمنى فتح ممر بحري عاجل، ونتمنى تدخل دولي عاجل، لأن المدينة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، منكوبة وتحت خط الموت.